عليكم، كيفتم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا مزيان ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنمشيو نشوفوا مع بعضنا بلاصه ديال الورود ديال الغرس. ان شاء الله بغيت نصاوب البالكون ديالي، و قلت نديكم معايا تختاروا معايا وتشوفوا معايا ان شاء الله الحوايجات اللي ناخذ من البالكون، وخصوصا نصاوب البالكون ان شاء الله. كنت كنشوف واحد بلانطر وقلت تما ضروري، تما عندي منجبر ما بلا ما نمشي بلايص اخرى، نمشي تما ان شاء الله، تما نختار الغرس اللي غنعمل في البالكون. ماشي حاجه بسيطه خفيفه لان عندي بالكون صغير. وخليكم معايا حتى تمات الفيديو ان شاء الله، حتى النهايه ديالو ما تشوفاين. ها اللي بغيت انا التكمامة، هذا اللي بغيت حتى هو، جيت باش ناخذ ان شاء الله لان سبق لي شفت مجازات اخرين. هذا جرطب هاد الضربيه من البالكون، هذا الشكل اللي عاملين هما، وهذا فيه بزاف الانواع وعلى حسب بحال هذا جا شويه كيشوك قاصح كنقولوا هنا، بزاف الألوان. أنا عجبني هذا جرطاب، كيعمل 120 119 95. تا هذا غزال نفس الثمن، تا هذا غزال، هذا بحال لي الربع الحقيقي، هذا من شوية مصفر زعما على حساب حق هذا غزال حمقني هذا. You know, mommy.
Thank you.
اللي اخترت خوتي هذا اللون هذا، جبنا هذا اللون هذا كل يوم بالصباح، هذا الغد ليه جبناه، الغد ليه صوب الزوج ديالي، هو واحد الصديق ديالو الله يجازيه بخير، تعاونوا عليه باش قدوه في ديك التقطيعات اللي هنايا جاوا، هاد انتم كتشاهدوا هو ساهل ماشي شي حاجه، وهذا النوع اللي جبت مزيون بزاف رطب بحال الزربيه، ماشي ديك اللي كيشوك كيكون شويه قاصح، ما عجبنيش هذاك اللي كيكون قاصح، المهم مع البالكون ماشي هي شفني هاد اللون هذا جمت واتي مع هاد الشارع، هانتوما ها هو البالكون ديالي باش تعرفوا ان شاء الله ملي نمشيو مع بعضنا نشوف الجليسه اللي غناخذ من هاد الطيراسه هادي، وكان هادي تعرفوني علاش كنهضر، هادي المساحه عندي 2×8، هادو اللي خدينا البارح خديت غير هاد الكميه هذه، عاد انزل ان شاء الله شي لون في البيض، بغيت نزيد غير البيض فقط لان هادو جوج غنعلقهم، وحده نعلقها في ديك الرافه، وحده نقلب نعلقها في الجهه الاخرى، وهادو هاد الوريدات اللي جبنا البارح مع بعضيتنا اللي اخترنا غنعملو في هاد الباك اللي جبتهم، تا هما من 51 طرم من تمايا، جبت غير ثلاثه كبارين وجبت هادو الصغارين جوج، اذا هاد المحبقات هادو غنعملهم في هاد الباكيس هادو، عندي هنا ثلاثه، وغنزيد كذلك اللون الابيض باش يفتح هاد البسام بسفنجي ما بغاش يتخرج لي، المهم هاد الورود هادي غنعملوها ان شاء الله في هاد الباكيس، غتشوفوا معايا من بعد، وهادو عاد نشوف شنو نعمل فيهم، جبت جويجات بغيت صغارين غنعملو في هاد الجهه هادي، وكبارين عايشو هنا في الوجه، جوني ثلاثه كما كتشاهدو معايا، ثلاثه عايشوني، وغنزيد شي حاجه في اللون الابيض ان شاء الله نفس النوع غنجيبو في البيض، جبت هاد الكميه هادي قلت نشوف باش نعرف شنو خصني نزيد بالضبط شنو لي صلاح لي، وهذا هو البالكون ديالي كما كتشاهدوا، هاد الطبيله هادي قديمه صافي، حتى نجيب طبيله اخرى عاد نخرجها تفيدوني ان شاء الله، وعملت كذلك هادي هنايا يعني نجيب لها بلانت ديالها، عاد نجيب لها شي بلانت من تما، انا بغيت لها شي لوايه ولا شي حاجه هيدا اللي تجيها واعدة هيدا تعطي منظر مزيون، وهذا هو البالكون ديالي، نتقاسم معاكم أي حاجة إن شاء الله، دابا إن شاء الله نمشي نقل ديك المحبقات لأن جبناهم البارح كيما عارفين، نعمل لهم الغبار ديالهم، ونتلاقاو فيديو قادم إن شاء الله، وخلي لكم النا والراحة، وما تنساوش تخليو لي اللايك والتعاليق، وكذلك الرأي ديالكم بخصوص أش من جليسة اللي غتجيني هنايا من الأحسن. كنتسنى الرأي ديالكم، ضروري تعاونوني بالرأي ديالكم محتاجاه، المهم اخوتي خليتكم هنا بالراحة، السلام عليكم.